بعد الشرايين التاجية دلوقتي في مصر مش مقتصر على كبار السن بس، لا دلوقتي بنشوف في أعمار صغيرة جدا. الناس دي حقيقة شرايينها بتبقى معرضة للأمراض بسبب التدخين وسبب ضغوط الحياة وبسبب الجانك فود اللي بيتاكل. لكن دلوقتي بقى في كذا اوبشن ليهم غير الجراحة، ممكن يعملوا دعامات، القسطرة بقت سهلة، ممكن تعمل عن طريق الساعد. بقى في تولز كتيرة جدا او ادوات كتيرة جدا تساعدنا ان احنا ان شاء الله نعالجهم بأمان.